وعليكم السلام ورحمة سلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك وطي التلفزيون شوية بعد إذنك. السلام عليكم. وعليكم السلام، لو سمحت يا شيخ. اتفضلي. هو الزعتر بيتحط على الملوخية؟ الزعتر؟ أيوه. لا الزعتر ما يتحطش على الملوخية إلا إذا أنت حباه يتحط على الملوخية. الإيه؟ الزعتر ما بينضافش للملوخية. بنضيف كزبرة خضراء ونعناع للملوخية. اما الزعتر اذا انت حباه تضيفيه للملوخيه مفيش مشكله، طلعنا بيضيفوه للملوخيه. ما هي الملوخيه دي خضره ولكن هي اكله شرقيه. فالزعتر مش محبب ليها عند الشرقيين يعني. ولكن المطبخ الغربي اللي هو الطلاينة بيضيفوا للزعتر لكل اكلاته الريحان الاخضر. ولكن الزعتر بيلعب دور اساسي في المطبخ الايطالي وبيلعب خاصه للبيتزا، ولو تلاحظ انا جايبه جنب هنا اهوت علشان هنضيفه للخضروات بتاعتنا. ماشي، شكرا يا شيخ. اشكر. ايه قلتليش السؤال ايه الاجابه؟ ال 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 الخميره البلدي بتبقى بتتكون من الفطريات. من الفطريات؟ مظبوط. الخميره الفوريه بتبقى عباره عن بودره عاديه. لا مش عارفه هي الخميره الفوريه بتتكون من ايه. طيب ارجوك. طب حلقتنا النهارده ايه؟ عن البيتزا الايطالي.